نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في أسوان لدعمه في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم. وشارك في المؤتمر أعداد كبيرة من السياسيين ورجال الدين والمواطنين. أعرب الحضور عن تأييدهم المطلق للمرشح عبد الفتاح السيسي حتى يكمل الإنجازات التي تحققت بمحافظات الجمهورية على مدار السنوات الماضية. احنا جايين هنا المؤتمر الكبير بقيادات أسوان عشان نأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو الراجل اللي يستاهل بصراحة، يعني في الوقت الحالي كمان في الوقت الراهن هو اللي يستاهل ان هو يبقى رئيس الجمهورية. انا رغم ان سني اكثر من 75 سنة، والا انا جيت هنا في مؤتمر حزب مستقبل وطن في كيما في أسوان، المؤتمر الحاشد الكبير اللي هو جايين نأيد سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجل البناء، من أجل رفع مصر عالية، يد تبني ويد تحمل السلاح. نحن هنا من أسوان، من أبناء أسوان النوبة وجميع أبناء أسوان، نأيد ونبارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. كشباب جامعة أسوان جينا للمشاركة في المؤتمر الجماهيري لدعم فخامة الرئيس. الفترة دي محتاجة شباب واعي، شباب مثقف، شباب في ظهر البلد للعبور بالبلد في ظل التحديات اللي بنواجهها داخل مصر وخارج مصر.